من تنافر وتنازع داخل هياكل السلطة. خلينا نشك معنا عبر الهاتف دكتور مجاهد عباس ناشط السياسي والحقوقي معنا من الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وعلى ضيفك الكريم وعلى جمهور قناة طريق. أهلا بك دكتور مجاهد. يعني التقرير مؤرخ ب 31 يوليو لكن تبعته تصريحات غوتيريش مؤخرا التي استدعت مجلس الأمن والدفاع لهذا التحفظ. يعني كيف نفهم استمرار هذه التقارير من مجلس الأمن تجاه السودان؟ طيب أخي الكريم، هو ما حدث أنه بعض الناس ظن أن الرواد يحمل معه شك على بياض، تم عبر الأمم المتحدة رصد تحركات عسكرية عبر الحدود، تم رصد كثير من الانتهاكات الداخلية داخل السودان باسم اتفاقية أيضا سلام السودان. الذي حدث أنه كان هناك تقرير يوم 31 جولاي، وفي هذا التقرير كانت هناك إشارات واضحة إلى الحاكمين الآن، وكانت هناك إشارات أخرى إلى حروبات تحت الواحد محمد نور وبعض الاحتلالات هنا وهنالك، وإشارات واضحة للدعم السريع وإلى حركة تحرير السودان. بالتالي ما حدث بعد ذلك أن عندما تم مناقشة القرار قبل عرضه على مجلس الأمن، أشار الأمين العام إلى أربعة بنشمارك أو يسموها يعني أجداد أو مقاييس سوف يحتمل عليها، ونتج ذلك ظن مجلس الأمن السوداني أنه يستطيع أنه يتحدث، وقال أن هذه المؤشرات وهذه المقاييس لا تنطبق على وأنها قانون الحكومات ويجب أن يذهب فورا هذا. مع الأسف الشديد ونحن نتحدث اليوم الآن عن فاز هذا البرلمان قبل قليل ثلاث ساعات، تم اجتماع مجلس الأمن والذي استخدم أبقى على كل العقوبات بتاع يعني هناك اتجاه نضع هذه العقوبات أما على خطوات الأمين يعني العام، واستهزى حقيقة هذه اللغة التي أريد أن للأسف الشديد أن أقولها، استهزى باجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني الذي قال أن هذه المقاييس التي لديها 15 عاملا الآن حول موضوع العقوبات دارفور يجب أن يتسبب كل شيء باقي، ومع ذلك الشديد يبدو أننا نشهد نوع من الاحتكاك بالحال بين المجتمع الدولي وبين الحكومة السودانية، لأن الحكومة السودانية للأسف الشديد ضمت أنها تحمل شريكة على بياض أنها تقوم بكل هذه الأفعال. مع الأسف الشديد كنت أجد نفسي بالأمس مع هذا الرفض، كان يظلم الروح الوطنية، ولكن الرفض هذه المؤشرات الأصبح تم الرفض لأنه تتحدث مباشرة عن الحكومة الحالية بشكل مدني، وهنالك اتهامات مباشرة إلى هذه الحكومة. لهذا رفض رفض الكلام ليس من الناب الوطنية، مع هذا أنه لو كان يرفض من الناب الوطنية لكان الرفض يكون قبل هذا، وكان يكون قبل أن حتى يقوم بوجود نعم. يعني دكتور عباس، ما الذي ينبغي على السودان فعله يعني ليخرج من هذه القرارات وهذه العقوبات التي تفرض عليه؟ يعني الناس كانت مفتكرة أنه مجرد ذهاب البشير ونظام الإنقاذ طوالي السودان سترفع عنه كل العقوبات وحيدخل لعالم جديد، فاجأ أنه ما قدر يرفع قائمة الإرهاب إلا دفع مبالغ وأدى إلى انهيار العملة داخل البلد، والليلة عنده يعني عمل اتفاقية سلام جوبا وما زالت قرارات مجلس الأمن يعني سيفا مسلطا على البلد. طيب يا أخي الكريم، الأول الأمر إلى طبيعة هذه القرارات منذ البداية، هل طبيعة هذه القرارات كانت فعلا قرارات استجابة إلى أوضاع سودانية؟ هل كان السودانيين عاجزين على أنه يحلوا مشاكلهم؟ هل هنالك دولة في العالم تقبل نوع من أنواع التمرد المسلح؟ إذا كانت الإجابات لا في هذه القضية، الحل السوداني. نحن كسودانيين للأسف الشديد يعني نقوله نعمل العملة ونجلب الفرج على بعض، نحن الذين سمحنا لهم بالديرونا، والآن هم الآن استخدموا هذه الأدوات كأدوات في إطار صراع توازن داخلي السودان. ليس من مصلحة الأمم المتحدة أن الحكومة
الحكومة أو يعني أموال الاتحاد الأوروبي في مصالح الاتحاد، هل من مصلحة المجتمع الدولي ومصلحة الدول التي تدير المشهد السوداني أن يكون هناك دولة اقتصادية ذات سيادة وذات سيادة وسيادة دولي؟ إذا كانت الإجابة نعم فلا داعي لحوارنا أنا وضيفك الآن ولا داعي لوضع النقاط، وإذا كانت الإجابة لا فهذا هو الذي يحدث. إذا الحلول الحل الأول إنه السودانيين يتم بينهم أي نوع من أنواع التعاطف الوطني لحد. يعني الآسف نحن نغرب الآن في حالات يعني حضر الحضر السياسي والنظر، يعني لم يتغير شيء. يقول لنا الجماعات كانت لديها صوت هذا الآن هذا الصوت يخفض، ونفس الشيء الذي رفض والذي تنازل لأنه المشروع ليس سوداني. في كل الحالات نحن الآن في حالة ضعف. إذا كيف يكون الحل سوداني؟ لأن نرفض الآن يوم مجلس الأمن يستند على قوات عبد الواحد وصلاحاته، يستند على عدم وجود عبد الواحد يستند اليوم على القوات الداخلة من ليبيا إلى السودان، يتحدث اليوم عن أنه ليس هنالك تنفيذ وليس هنالك حمال المدنيين. أقرب ما أضحكني في التقرير أنه قال أن مشروع حماية المدنيين وجمع السلاح من 2016 أو 2017 إلى 2019 كان أكثر أثرا في الأمن من مشروع جمع السلاح في مرحلته الثانية والثالثة. قال لأن هنالك الحكومة قامت بكل ما يجب حتى للمنشآت التي تتبع لها، والآن يتم جمع السلاح بصورة حية. إذا كما قلت يجب علينا أن نتعاطى نبعد مع بعض نوصل مع بعض أن نحن في هذه الدولة تخصنا منها، ولكن للأسف الشديد حالة الاحتقان السياسي وحالة الاختطاف السياسي من الدولة السودانية ستسمح للأمم المتحدة أن تتمدد أكثر وأكثر. وأنا أتوقع أنه الآن في إطار اللعبة التي تديرها الأمم المتحدة والتي تديرها العالم حولنا أن الشروط تصبح أكثر قسوة، وأن يطالب الآن بتنازلات لصالح واحد ولصالح الحلو، والذين كما يبدو أنه منشوبينهم والعاملين معهم الأمم المتحدة هم الذين يحركون الآن الأمين العام للأمم المتحدة. وضحت السؤال.